بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج خد بالك النهارده <applause> هنتكلم عن حاجة حصلت من يومين ألا وهي بعض القرارات اللي أصدرها السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص إعادة الحياة لطبيعتها في ظل وجود جائحة كورونا بصراحة يعني الواحد مش عارف يعني يعني يقول ايه ولكن اه يعني يعني اتخذ قرارات غريبة في وقت غريب جدا وغير يعني غير منطقية او غير مبررة يعني اه ان احنا ناخد هذه القرارات او نتعامل بهذه الكيفية في هذا الوقت العصيب اللي احنا بنمر بيه في مصر يعني السيد رئيس الوزراء اخذ سبع قرارات والسبع قرارات دول قد يكون يعني 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 وبالهم اكثر كثيرا من فوائدهم تمام برغم مناشدتنا ان احنا يعني يعني دايما بنقول للسيد رئيس الوزراء والوزراء ولو سمحتوا يا جماعه بلاش دلوقتي ان إحنا نعيد الحياه مره اخرى لطبيعتها في ظل هذه الازمه. ولكن كما هي العاده دائما الحكومه لا تستمع الا لصوتها. فقط صوت عقلها فقط لا تستمع لاي صوت اخر سوى صوت عقلها. ففوجئنا ان هو مجلس الوزراء اصدر هذه القرارات كلها كده يعني يلا بقى انت ونفسك يعني بيرميك في وسط البحر وانت ونفسك. يعني كانت الحاجه الغريبه جدا ان لما كان الاعداد محدوده جدا في ظل اصابه الاصابات كانت محدوده في بدايه الجائحه في مصر يعني اتخذت قرارات قد تكون يعني مش هقدر اقول انها قويه 100% ولكنها طبعا افضل من القرارات الحاليه وكان يعني يعني المناشدات اقعد في بيتك واحمي بلدك واحمي نفسك وخلي بالك والبلد عايزاك والبلد خايف عليك كويس جدا وكنا بنثمن هذا هذه القرارات وهذه الاجراءات بل كنا بنطالب ان الاجراءات دي تزداد فوجئنا بعد ما كان بقى في تفشي كبير جدا للمرض وللجائحه يعني اكتشفنا ان 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 الموضوع لا مختلف تماما وان يعني يا جماعة خلاص بقى ارجعوا وكل حاجة تمام وكل حاجة كويسة وكل حاجة مية مية اللي الناس اللي المواطن نفسه مش شايف فين هي المية مية دي فتم اتخاذ هذه القرارات دون النظر لتبعاتها يعني لان لو, لو, لو كان في مجرد تصور للتبعات دي كان يعني اكيد ما كانش تم اتخاذ هذه القرارات القرارات دي يعني القرارات دي زي ما حضراتكم كده يعني, يعني القرارات دي هقولها لحضراتكم في عجاله وهي موجوده دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشه اول حاجه اعاده فتح المطاعم والمقاهي اعتبارا من السبت القادم أه اللي هو بكره يعني بطاقه خمسه وعشرين في المئه من مع منع الشيشه وده حاجه غريبه جدا يعني هنعلق عليها غلق المحلات والمولات من التاسعة بدلا من السادسة غلق المطاعم والمقاهي في الساعة العاشرة استمرار غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل إعادة فتح دور العبادة اعتبارا من السبت مع تعليق الصلوات الرئيسية إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارا من السبت القادم بطاقة استيعابية 25% دي حضرتكم القرارات الجميلة اللي خدها مجلس الوزراء طيب هو انا بس في سؤال هو هو مجلس الوزراء او الحكومة المصرية تعاقدت مع او اتفقت عملت ديل مع مع فيروس كورونا ان يعني بعد اذنك يا فيروس ما ما تصيبش حد الا بعد المواعيد دي يعني بس هو ده سؤال يعني يعني اذا كانت نجحت في هذا الاتفاق او هذا الديل فما فيش مشكله لكن إن أنت عايز تخلي الناس ، مقاهي إيه اللي ترجع دلوقتي؟ مقاهي إيه؟ وبطاقة استعابية 25% دي هتحسبها إزاي؟ كيفية حسابها إزاي؟ وكيفية السيطرة عليها إزاي؟ يعني يعني إحنا بنقول قرارات وبعدين إيه, إيه, إيه اللي هيتم بعد كده؟ بتحسبها إزاي؟ وبتفكر فيها إزاي؟ وبتحاول إن أنت يعني 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 تتعامل مع الناس ازاي بز... زي... مع الجائحه هز... بهذه الكيفيه بهذه الصوره؟ أولًا أنت حضرتك منين هتعرف هتعرف إن إن دي يعني في قهوة دماء أو ما أو إن القهوة دي والله ال 25% بتوعها 10 كراسي. طب افرض قهوة اللي هي في الشارع هتحسبها ازاي؟ افرض إن أنت لما جيت لو لو لو, لو جيت عملت عليه ضبطية مثلًا وقال لك والله دي نسبة 25% تقول له لا دي 30% بناء على اي اساس؟ كيف يتم كيف يتم حساب هذه النسبة؟ وما هو الضمان ان ان كل قهوة وكل مطعم في مصر هيلتزم بهذه النسبة؟ الضمان على ده؟ يعني حاجة يعني حاجة غريبة جدا يعني نفس الكلام بينطبق على المحلات والمولات اللي هي بقت من الساعة 9 مساء بنسيت بقت 9 مساء بدل اغلاقها يعني من 9 مساء بدل من السادسة مساء طيب هو برضو يعني يعني احقاقا للحق يعني 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 ال 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 ايه ايه يعني والله الواحد مش عارف يقول ايه الواحد بيجي عليه وقت فعلا مبقاش عارف يقول ايه يعني، <applause> يعني الثلاث ساعات دول هيعملوا ايه؟ هو كده دي عودة الحياة لطبيعتها يعني هو هو ده السؤال بس انت انت عاوز توصلني لإيه؟ عايز توصل الناس لإيه؟ ال ال انت عامل استمرار غلق المقاهي وفي نفس الوقت اللي هي المق آسف عفوا عامل غلق المنتزهات والحدائق وال وال والشواطئ و اللي هي اماكن مفتوحه اللي هي فيها عفوا اللي هي يعني معدلات الاصابه فيها اقل بكثير طبعا من الاماكن المغلقه زي زي المقاهي زي المطاعم المولات المحلات دي اماكن تجمعات وتكدسات سكانيه كل دول مع بعض كتير سهل جدا ينتقل فيهم والعياذ بالله المرض سهل جدا تنتشر العدوى اما الاماكن المفتوحه والشواطئ والمنتزهات و و دي اماكن مفتوحه انت قافل يعني انت قفلت المفتوح واللي هو اقل ضررا وفتحت الاماكن المغلقه اللي هي اكثر ضررا وده حاجه غريبه من ضمن الحاجات الغريبه اللي الواحد بصراحه مش قادر يفسرها او قادر يعرف ازاي الحكومه بتاعتنا بتفكر ازاي بتفكر في اللي بيحصل ده يعني اعاده دور الفتح ل... فتح اعاده فتح دور العباده ده قرار كويس جدا 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 و... 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 ورغم المتاخر وانا كنت اتكلمت قبل كده يمكن حضراتكم في مقال في على الموقع الرسمي الاديب محمد نور في المقال ده كنت بتكلم فيه عن المساجد ولماذا لا تفتح المساجد و... وذكرت المقال ده كان بتاريخ 3 يونيو وذكرت فيه ده حضراتكم موجود على الموقع الرسمي لدى محمد نور الرابط بتاعه موجود في الق... على... قدامكم على القناه اسفل الفيديو يعني ف, ف... ف... يعني اتكلمت فيه على الاجراءات دي والحمد لله دي ودي حاجه حاله غريبه وبس ولا لا بس الحق ان انا لازم نقولها انما اللي الواحد الحمد لله قاله في المقال يعني في المقال من 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 نصائح ومن تدابير احترازيه يعني لسلامه الناس الحمد لله رب العالمين اخذت به الحكومه ويعني الحمد لله يعني نفذته برغم ان هو قرار جه متاخر بس الحمد لله ان الـ 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 يعني إن إن انه جه اصلا. طبعا برضو المسارح والسينما يعني ان انت عايز تعيد فتح المسارح وعايز تعيد فتح السينمات و, و و و يا جماعة يا جماعة ده خطر جدا 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 وانا يعني انا بطلب من الناس ارجوكم خليكم زي ما انتم في البيت بلاش تنزلوا بلاش بلاش تعرضوا نفسكم للخطر بلاش النزول على القهوه بلاش بلاش حاجات كتير جدا لان ده هي مشاكله كتيرة وهيعرض هيعرضنا الإص... والعياذ بالله الاصابات والك... وال... والحاجات احنا في غنى عنها احنا مش ناقصين الحالة اصلا الصحية والمنظومة الصحية زي ما حضراتكم عارفين شبه منهارة يعني مش مش مش, مش, مش الشكاوي اللي الواحد بيشوفها من الناس واللي بيتقال واللي بيتقال واللي مش لاقي علاج واللي واللي حاجات كتير جدا فارجو يعني ان احنا على الاقل نساعد البلد في ان احنا من, 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 من ندخلش في في, في, في دوامه اكثر من الدوامه اللي احنا فيها حتى يرفع الله عنا هذه الغمه ويرفع عنا هذا البلاء جميعا لكن يعني ارجوكم بلاش الاهاوي بلاش النزول يعني ما تنزلش الا اذا كان هناك ضروره قصوى لنزولك من البيت كلنا كلنا خلاص زهقنا من القعده في البيت وكلنا تعبانين من القعده من البيت ولكن معلش صحتك وسلامتك وسلامه اسرتك وسلامه بلدك وسلامه كل المحيطين حواليك بتحتم علينا ان احنا نتحمل شويه لغايه لما تعدي الازمه دي ان شاء الله على خير. وارجو من السيد رئيس الوزراء يعني يا معالي رئيس الوزراء أرجوك يعني لابد أن يتم التراجع عن هذه القرارات صحة الناس أهم يعني إذا, إذا كانت القرارات دي أصلا حضرتك وضعها عشان تحسن الاقتصاد بعد كده مش هيبقى في اقتصاد إذا تفشى المرض أكثر من هذا والطاقة الاستعابية للمستشفيات لن تتحمل أكثر من هذا والمواطن المصري مش لاقي مكان مثلا يتعالج فيه طب إيه العمل ساعتها يعني دايما انا بقول صحة وسلامة المواطن اهم واغلى واسمن واقيم واولى من اي شيء اخر اي تداعيات اقتصادية ممكن ممكن بطرق ما ان احنا نحاول يعني يعني مش نتجاوزها على تماشى معها شوية في الازمة دي لكن صحة الانسان انسان اذا راح والعياذ بالله ايه اللي هيعوضه ايه اللي هيعوضه؟ فأرجو إن إن يكون الكلام أو القرارات بناءً على هذه الاستراتيجية، إن أنا المواطن المصري عندي أهم من أي شيء، أهم من من إن هو يخرج على قهوة أو أو مطعم أو 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 أو،, أو. صحة الإنسان أهم من أي شيء، أرجو من معالي وزير الرئيس الوزراء ان هو ياخذ هذا الامر بمحمل, الـ 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 الاهتمام بمحمل من الاهتمام والتروي في اتخاذ هذا القرار مش عيب مش عيب يا معالي رئيس الوزراء ان انا ارجع عن قراري من اجل الصالح العام بالعكس ده ده الصح وده المفيد وده الـ وده اللي هيخلي الناس يعني حاسه ان ان الحكومه قلبها عليها مش ان, إن انا ان انا افتح البلد وافتح الطيران من اول يوليو و إحنا إحنا كأن الفيروس خلص وكأن المرض خلص أو كأنه لنا له علاج وخلاص وإن إحنا يعني تمام إحنا إحنا الأعداد دلوقتي تجاوزت الستين ألف تجاوزت ستين ألف إصابة معلنة رسميًا في ظل الإجراءات اللي كانت متخذة طب بعد ما الإجراءات دي تترفع وبعد القرارات الأخيرة اللي خدها مجلس الوزراء منتظر تكون الأعداد إيه؟ منتظر تكون الأعداد إيه؟ أرجو إن ده يكون موضوع يعني موضوع في الحسبان. مش عيب إن أنا أرجع في قرار الصح الـ 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 الرأي الصواب إن إحنا دلوقتي نغلق على نفسنا حتى تنتهي هذه الجائحة ويرفع الله هذا البلاء عنا. أرجوك يعني أنا 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 يعني أنا بطالبك إن أنت تراجع عن هذه القرارات مش عيب قرارات بالعكس بالعكس دا دا الحكومة هتكبر في نظر الناس قوي. هتحي... الناس هتبقى حاسه ان الحكومه خايفه عليها، لكن ان 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 انا أب... ان انا اللي هو انا بعرض الناس لهذه المخاطر فده شيء غير يعني يعني غير صحيح يعني. ارجو من معالي رئيس الوزراء ان هو يعني يعني ياخد هذه هذا القرار و... ونحس بجد مره ان انتوا خايفين علينا، نحس مره كده ان 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 ان, إن... ان ان الشعب ده بيسمع له ان احنا احنا كمواطنين بيستمع لينا ارجو ذلك يعني ارجو ذلك ارجو ذلك خوفا على 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 مصر وعلى شعب مصر ارجو يعني يا سياده رئيس الوزراء يعني التروي في هذا القرار ومش مشكله لما حضرتك تعلن ان 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 ان, إن احنا تراجعنا هذه القرارات خوفا على صحه وسلامه المواطن المصري ارجو من الله إنه, انه انه ان يجد هذا الكلام اي صدى من اجل صحه وسلامه مصر حفظ الله مصر وشعبها ويا رب يا رب يرفع عننا هذا الابتلاء وتكون يعني يعني ايامه قليله بقى وترجع الناس لحالتها الطبيعيه يا رب باذن الله يعني. أشكر حضراتكم جزيل الشكر وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة من برنامج خد بالك. أترككم في رعاية الله وفي سلامته و ودعواتكم كده يا رب كل واحد يدعي للتاني بظهر الغيب كده إن ربنا يحفظنا ويحفظ بلدنا ويحافظ عليها يا رب من كل شر ومن كل مكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.